السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي ناريه اخوان والاخوات، وانا اذا القيامة في الدار ديال لاله حاده وعائلتها كلها دخلت الحبيب. بس قبل ما نقول لكم السبب وعلاش، لا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد فضلا وليس امرا. بعد ما اعتقلوا يونس ودوه في البنيقة وكيحققوا معاه، جاو الجندرم و اعتقلوا باقي الدور وداو معهم حتى لاله حاده، ولكن لاله حاده ما داروا لهاش المنوط، داوها بالاحترام لانها مراه كبيره ومريضه. بقاو كيحققوا معهم في داك الشيء اللي كانوا كيديروا في رمضان، يعني التنقنيقه وصلت للبوليس، وراكم عارفين الفساد ممنوع في المغرب، يعني الفساد كيعاقب عليه القانون عفوا. فداو باقي الدور مسكين، بقى فيا صراحه، بقى فيا مسكين، ما هو حتى هو راجل كبير، وداك الشيء اللي ضحكوا كامل في رمضان هجروا. وكما كتعرفوا الاخوان، حنا الحمد لله في دوله اسلاميه، والمغرب راه ممنوع فيه الفساد كاي دوله اسلاميه، ماشي حنا في شي دوله اوروبيه. فهذه كريتي بما انها كانت عايشه في دوله اوروبيه، فدخلت المغرب جات داك السيستيم ديال فرنسا بغات تطبقوا على المغاربه، ولكن القانون ديال المغرب ما شاء الله عليه الفساد ممنوع. فبقى دوني اكيد غادي يخرج ان شاء الله، ما غاديش زعما يحبسوه، ولكن داوه باش يحققوا معاه باش ما يعرفوا شنو كانت كدير معاهم وكيفاش هما قبلوا على داك الفساد في الدار ديالهم. ولالا حاده منهاره وكتبكي وحالتها حاله الصراحه. ف اش غنقول لكم، كنتمنى ان شاء الله ما تنهارش الصحه ديالها، لانها واخا الصراحه في الاول عصبتنا، وكان دارت شي فلاشات مع سميره اللي ما تعجب حتى شي مراه، ولكن كتبقى مراه كبيره ومراه قليله الصحه، فالصراحه الحبس بزاف عليها. لالا حاده كانت ضد ان سميره عفوا ان ساره تجلس معاهم في الدار، ولا عقلتو راها كانت جات واحد المره جرى لا فاليز ديالها وفرحانين هي ويونس وتا داك اختو، ولكن داك اختو الصراحه وراتها ما خلاتش ليها. كما قلت لكم، لالا حاده كانت ضد هذه الفكره ان ساره تجي وتجلس معاهم في الدار، وما عجبهاش الحال، وكانت حاسه ان غادي تريب عليهم الدنيا وغادي تسبب ليهم في شي كارثه. والاحساس ديال العيالات الصراحه كيكون صحيح دائما، فاش تقول للمراه شي حاجه تيقوها، لان الاحساس ديال العيالات صحيح. وباش تسبب ليهم في هذا الشيء باش يمشيو للكوميساريه كاملين للتحقيق، كان الاستاذ النوري المحامي ديال سميره هو اللي دار الشكايه ودا ليهم الجندرم باش يديهم ويحققوا معاهم، لانها سميره شافت داك المنكر في الفيديوهات وما عجبهاش الحال، وهضرات مع المحامي ديالها يعني الخيانه الزوجيه بالليل والنهار وبالفيديوهات، يعني شوها ماشي يعني الراجل يخون المراه كيف ما بغى. وكما قلت لكم الاخوان، سميره كانت ضد الفكره ان توصل الزوج ديالها لهذه المرحله ديال انه يعتقلوه ويديوه للحبس ولا للكوميساريه، وبالاخص الشيخ ديالها، لانه كيبقى في المرتبه ديال الاب ديالها والجد ديال الابناء ديالها، فهي ما بغاتوش كمام يوصل احسن داك المرحله ديال الاعتقال ويديوهم هكا مشوهين في الدوار. و حاليا باقي الدور غادي تلقوه غادي يخرج، ولكن لالا حد تلقوها داك الساعه غير داروا معها التحقيق بالزربه وتلقوها، يعني غير هي كانت قالت لهم هي كانت ضد انها تجلس، ولكن جات غير باش تصور، المهم شرحت لهم الموقف، ولكن باقي الدور جلس 24 ساعه عندهم، 24 ساعه حتى حققوا معاه وبقى معاهم، عاد طلقوه مسكين تكرفص. ولكن يونس وساره مازال معتقلين، وما عرفناش الصراحه فوقاش غادي يطلقوهم وفوقاش غادي يخرجوا من تما، ولا يمكن من تما العكاشه. السبب اللي خلى هاد الروينه كاع تفضح وهاد المشاكل كاع باش يوصلوا هما للاعتقال والكوميساريات والحباسات والى اخره، هو ان ساره طلبت ب 15 مليون الاخوان، راكم تكونوا سمعتوا بها انها طلبت 15 مليون. 15 مليون راه ما طلبتهاش حتى سميره الام الاولاد في النفقه ديال وليداتها، طلبت 5 مليون، وهاد خيتي طالبه 15 مليون، قالت لهم هذا حقي في التصوير ديال الفيديوهات، يعني اللي صورت معاهم، يعني هما شحال غيكونوا كاع صوروا في هاد الشهر ديال رمضان ديال التصوير اللي هي صورت معاهم، يعني الى طاروا نزلوا غيكونوا صوروا داك 20 مليون، كيقولوا في رمضان كيشدوا 20 مليون، ايوا هي بوحدها تاخذ 15 مليون وهما ياخذوا 5 مليون، ما جاتش الاخوان، راه هادشي علاش ناضت قرباله وشدوهم وجمعوا وداو كلشي للكوميسيون.
وفي الحقيقه الاخوان والاخوات ما عرفناش هذا الشيء اللي بيناتهم، يعني ما يمكنش يكونوا غير داك 15 مليون هما اللي داوهم هكا جمعوهم وداوهم للبنيقه، راه شي حاجه شي تنقنيقه تما. المهم هما دايرين داك الشميط ومنيط بيناتهم، يعني ما كيقولوش راس الخيط، راس الخيط ما قدرناش نعرفوه. علاش هما وصلوا للكوميساريه ومقربلينها؟ يعني كانوا كيسمن على العسل هما وساره، ما بين ليله وضحاها اتقربلات الدنيا. وبما انها كتقول حامله، المراه رصات الرجلين ديالها، ما عرفتش يعني شاده عليهم شي دليل اللي مخالعهم. يعني الا لاحظتوهم ما كيهضروش كاع على ساره، ما كيجبدوهاش لانهم خايفين اكثر من اللي خايفين من سميره. مثلا بحال داك الاوديوهات اللي عند مرت عم ساره، داك مرت عمها خرجت بالتهديدات كتهدد ساره بداك الاوديوهات وكتقول لها، قالت لها غادي نخرجهم وغادي نضحك فيها. ساره قالت لها، هددتها بولادها وقالت لها شوفي والله مشيتي خرجتي داك الاوديوات يا حتى خافي عليا من ولادك. فهي كتهدد مرت عمها بولادها، يعني وصلت بها الجراءه انها تهدد المراه بوليداتها. لا حول ولا قوه الا بالله، الانسانه خطيره بزاف الاخوان، ردوا بالكم راه حتى واحد ما يتخلط معها، لا حول ولا قوه الا بالله. هذه مجرمه هذه. اما الاخوان والاخوات ما هادشي كامل، المحامي ديال سميره الا عقلته حلف بشلاغم وقال الا ما غرقت ليهم الشقف انا ما نكونش محامي، ومشى توفى بالحلف ديالو. ها هو غرق ليهم الشقف كاملين وجمعهم بالتصل وداهم للبنيقه. ايوا وبالمينوط داك الام ديال ساره راها مشات، راها مربعه في الباب ديال الكوميساريه، ومشات للدار ديال سميره وكترغب وكتتركع وكتزاوق في سميره، كتقول لها هضري مع المحامي ديالك الله يرحم لك الوالدين ولا ما يتنازل ليا على الدعوه وخرجوا ليا بنتي تمشي لفرنسا وما تبقاوش تشوفوها. فهي قالت لهم انا ما صافي، انا خارجه من داك السوق، انا الا كنت نخرج غير باين وليداتي، علاش غنخرج انا هاد خيتي؟ نخرج بعدا غير وليد باين ام وليداتي، لان القضيه خارجه من يدين سميره. سميره ما عندها ما دير، هاد الشيء راه هما اللي حصلوهم، يعني متلبسين بالخيانه الزوجيه. وهي ناري خويتي اخواتاتي وعائله المربوحه مشاو فيها، صافي غرق الباباهم الشقف. ايوا الا خرجوا من هادي عرفوهم راهم رجال، اما الا بقاو فيها هاي. جبت ليهم ساره التمام. اوه يا ناري، كانوا خايفين من سميره وهذه حسنت لهم بلا ما، والله العظيم ما كاين اللي يعرف لهم من غير ساره. ايه ايه ايه، لكن بيني وبينكم راه كاع طاحوا في الشبكه، راهو ما طيحوها في الشبكه وهي طيحتهم في الشبكه، يعني النيه ديالهم ناقصه بجوج بهم. زيد شوفوا يونس كان خايف من سميره، صدق جايب القنبوله ودخلها للدار ديالو. ايوا طرطقات فيهم ايوا بلا ما يحسوا، مشاو فيها عائله المخصوره. ايه يونس عيتي دير فيها راجل، عيتي طير، عيتي تبين فيها الرجوله، انت ما كتهمينيش. ايوا دابا شوفي دابا فين وصلت فيك. ايوا دابا قول ساره تخرجك من البنيقه، هي وقات ما تاكل الحريره بلا طياب. خوتي انا هكا نكون وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده، ونقول لكم مع الف سلامه، وما تنسونيش بلي لايك. باي باي.